بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 4 ماث سكند تيرم يونت 1 ليسون 8 بارت بي. بارت بي بيتكلم برضه عن ابروكسيميشن، بس المرة دي تو ذا نيرست 100 وتو ذا نيرست 1000. الدرس اللي فات خدنا تو ذا نيرست 10، قلنا بنعمل حاجات بسيطة أوي، مثلا 1256. لو قال لي nearest to 10 بروح على ال 10 place value اللي هي فين ال 5، وأعمل تحتها line وأعمل circle حوالين ال 6 وأشوف ال 6 strong ولا weak. لقيت ال 6 ده strong، قال خلاص يبقى هيزود ال 5 يخليه كام 6، وال 2 وال 1 ينزل زي ما هو، وال 6 دي تبقى كام 0. النهارده هعمل نفس الموضوع، بس بدل ما بعمل 200 هعمله كام؟ 100. ماشي. طب 100 هعمل ايه؟ هرجع ادور على البليس فاليو اللي هي 100. فين البليس فاليو اللي 100؟ ده يونت، ده 10، ده 100. يبقى اروح عند ال 100 اللي هي 2 واعمل لاين، واعمل سيركل حوالين مين؟ اللي جنبها على يمينها اللي هو اللي في ال 10 اللي هو ال 5. الفايف ده سترونج ولا ويك؟ قال لي لا ده سترونج. فاكرين السترونج نمبر اللي هو 5 6 7 8 9، الويك نمبر 0 1 2 3 4. قال لي الفايف ده سترونج، يبقى هيزود التو يخليه كام؟ 3. واللي على الشمال ينزل زي ما هو، واللي على اليمين يبقى كله 0. ده لو قال لي nearest كام؟ 100. طب لو قال لي نفس النمبر بس nearest 1000، اقول له 1000 برضه سهلة. مستر، يعني هو الرقم الكبير كام؟ اسمه ايه ال يعني؟ strong number strong قوي، strong 5 6 7 8 9. ال weak number الأرقام الضعيفة 0 1 2 3 4. اتفضل يا درش. شكرا، انا كده فهمتها يا مستر، فهمتها، انا كده فهمتها. طيب بالنسبة للساوزن بحط لاين تحت الساوزن. فين الساوزن؟ الوان احنا قلنا ده يونت، 10 100، وده 1000. بعدين بعد ما حطيت لاين تحت الثاوزن اعمل سيركل حوالين اللي على يمينه ال 100. التو ده سترونج ولا ويك؟ قال لي لا ده ويك، مش هيزود الوان حاجة، الوان هينزل زي ما هو، وكل اللي على اليمين يا هينزل. مس ممكن نلتزم يا حنين، كلنا بنسمع كلامك يا حنين، انت قلت لنا نرفع ايدينا بعد اذن. اتفضل يا حمزة. نعم. طب ليه بعد ما ليه ما فيش 9 10 في ليه مفيش السترونج؟ 10؟ ليه؟ يعني ايه ليه مفيش 10؟ يعني هو الهايت 9 بس؟ ما هي النمبرز كلها من 0 ل 9. لو انت عايز تعمل 10 بتحط الزيرو مع ال 1، لو عايز تعمل 11 بتحط 1 مع 1، 12 1 مع 2، 13 1 مع 3، لكن كل النمبرز بتتكون من 0 لحد 9. ماشي. عايز تقول ماشي. مثلا ال 10 هيبقى سترونج نمبر، دول كده 2 نمبر، انا عايز 1 نمبر بس. ماشي، فهمت. يبقى عندي الابروكسيميشن نيرست تو 100 و 1000 نفس ال 10 بالظبط، بس بدل ما كنت بروح لل 10 في ال 100 بروح لل 100، في ال 1000 اروح لل 1000. نعم يا حنين. يا مستر، يعني الدرس ده شبه اللي قبله، هو كل بس اللي هو الدرس شبه اللي قبله، بس المشكلة إن في الدرس اللي فات كان الفايب كان التن، لو سترونج بيزود التو، وهنا وهنا في الدرس ده ماشي كلامك مظبوط. اتفضلي يا سلمى. انا بقول يا مستر حضرتك نسيت الجي في سترونج. نسيت الجي في سترونج، انا اسف. طيب يلا هنبتدي بقى ايه، نحل مع بعض الاكزامبلز دي. هنبتدي بالترتيب، يلا حمزة حنين مصطفى.
رهف سلمى تسنيم زياد. يلا يا حمزة. 876 nearest to 100. مين اللي في ال 100 يا حمزة؟ كله في المايك ما عدا حمزة. مستر انا زياد، انا مسألتي ايه؟ يا مستر انا زياد، مسألتي فين؟ آخر واحدة يا زياد. يلا قول يا حمزة اتفضل. لتر اف. بالدور هو يا مستر زياد هنشوف ايه؟ فين اللي وانا في يا مستر الهندرد. مين اللي في الهندرد؟ انا حاليا في مسألة السكس يا مستر 6 دي السكس يونت يا حمزة. أول واحدة السكس على اليمين دي بتكون يونت، بعدين 10، بعدين 100. مين اللي في الهندرد؟ الايت. ممتاز. الايت اروح اعمل ايه؟ لاين تحتها واعمل سيركل على مين؟ على السيفن. السيفن. السيفن ده سترونج ولا ويك؟ وهنزود سترونج، هنزود بقى على الايت وان، هتكون 90. ناين. وكل اللي على يمين هيبقى زيرو، السيفن يبقى زيرو، والسكس كمان هيبقى زيرو. 900. يلا يا حنين. 724. 900. مين اللي في الهندرد يا حنين؟ بسرعة يا حنين. نعم يا مستر. بسرعة. 724. مين اللي في الهندرد؟ الهندرد هي السيفن. صح. وأعمل سيركل حوالين التو. سترونج ولا ويك؟ ويك. ماشي برافو عليك. يبقى هتدي التو ولا لأ؟ هتدي السيفن ولا لأ؟ لأ مش تدي. يبقى السيفن تنزل زي ما هي والزيروين. وزيروين. برافو عليك. مصطفى فين الهندرد؟ اهو يا مستر الوان. الوان. واعمل سيركل حوالين الثري. هو انا لتر اف يا مستر؟ ده ويك. ويك. هتدي الوان؟ لا. يبقى هيكون زي ما هي. 5 1 0 0 كل انس زيرو. ممتاز. انا شفت الاجابه، انا شفتها. ماشي. يلا يا رهف فين الهندرد؟ انا زياد يا مستر، فين مسالتي عشان احلها؟ بص يا مستر الايت. حل معانا يا زياد. الايد ده الهندرد؟ الايد ده لا. امال فين الهندرد؟ الهندرد اهو يا مستر. ده يونت 100. مين الهندرد؟ الوان. الوان. حط سيركل حوالين الايد. الايد سترونج ولا ويك؟ سترونج. سترونج. سترونج يعني هيزود الوان ولا لا؟ هتزوده، هتخليه 2. وفي 2 على الشمال وعلى اليمين، كله ينزل زيرو. صح. مش هتحط بوينت؟ حطيت اهو. يلا يا سلمى. يا مستر هيكون الفايف. ماشي. الفايف دي هتكون سترونج، فهتدي للفايف التانية 1، فهتبقى 6 0 0. 600. يلا انت بتفتحي المايك ليه يا حنين؟ يلا يا رهف. مش ده قفله؟ انا قفلته لك اصلا. يلا يا رهف. اسف تسنيم اللي على الدور. يلا تسنيم. يا مستر وانا انا زياد بعد يا مستر المفروض. يلا تسنيم. مستر اعمل سي ولا اف؟ اف. اجيب اللي هحط هشوف التو عشان هي اللي في الهندرد. ممتاز. احط تحتها لاين، والفايف اللي جنبها فاحط حواليها سيركل. الفايف من السترونج نمبر.
فننزل التو تبقى 3 والفايف هتبقى 0 والزيرو ينزل زي ما هو بعدين البوينت بعدين تو 0 ماشي هتبقى 300 يا زياد هيبقى ليك مسألة كمان شوية يا زياد حظك في دول طلعوا 6 بس ماشي بتقول ايه يا مستر؟ انت اللي عليك الدور يعني دلوقتي لو في اي مسألة جت انت الاول واحدة تحلها طيب. ماشي لكن اللي فاتوا كان يا دوب على قد 6 وانتوا 7 يعني معلش طيب يا مستر المرة دي approximating each of the following nearest to 1000 يعني هروح لمين لل 1000 يلا يا زياد فين ال 1000 هنا 1003 ممتاز اعمل لاين واعمل سيركل على مين اعمل سيركل على ال 4 ال 4 دي ويك مش هينفع تدي لل 3 بحطها 0 واحط 3 واحط ال 65 دي احطها 2 0 ممتاز يلا يا حمزه 2150 هنعمل خط على التو وهنعمل سيركل حوالين الناين بسرعة وهنزود التو وهتكون يعني 3000 ممتاز برافو عليك اللي يحل بسرعة كده بيكون شاطر حنين ما تقوليش نعم هحل على طول أني مسألة سي يا حنين بسرعة هو حللها حليها تاني يا حليل معلش بسرعة يا حنين يا مستر انا معيش قلم انا متاخد قولي لي هعمل ايه الزيرو مش هيسلف الفايف الفايف هتنزل زي ما هي وهنزل زيرين فين الثاوزن يا حنين الثاوزن مفيش هنا ثاوزن يبقى زود زيرو عشان يبقى 1000 ده يونت بعد 3 دقايق و100 وده 1000 ده يزود زيرو 1000 الفايف هتزود ال1 الفايف هتزود الزيرو هتبقى 1 والباقي يبقى كام؟ زيرو يبقى 1000 يلا يا رهف مصطفى الاول دي يا مصطفى بسرعه التو هنحط تحتها لاين والزيرو هتكون هنحط عليها سيركل مش هتسلف حاجة هيكون 2000 ممتاز برافو عليك يلا يا رهف نعم يا مستر لا يونت 2 ايوه كده 2 واعمل سيركل على مين 6 ها بسرعه 6 هتدي 2 1 2 هتبقى 3 ماشي وننزل وهننزل زي 0 واللي على اليمين بس هو اللي 0 لكن ال 1 هنزله زي ما هو طيب ماشي يلا يا سلمى اوكي يا مستر عندي هنا ال 1000 عندي 2 ممتاز وعندي 3 هي ال 100 هنعمل عليها سيركل ال 3 دي ويك فمش هتدي حاجة فهتنزل زي ما هي فهتبقى 2300 و 0 0 مش 300 بقى 3 نفسها تبقى 0 2000 بس اوكي ماشي وهنحط جنبها الهاف يا مستر؟ لا كل اللي على اليمين يبقى زيرو اوكي ماشي تبقى 2000.0 2000.0 ماشي كده الامور واضحة ولا في مشاكل؟ ايوه مستر موجود ماشي الهوم ورك كده معروف يا حنين ولا هتسأليني الهوم ورك ما بعتهوش ليه؟ الهوم ورك الترتيبات كلها بيج 75 و 76 ماشي كل حد يكتب على الجروب بيج 75 و 76 بس
مستر بعد الحصة دي، مستر بعد الحصة دي أدخل يعني على الرابط تاني وتعلمني إزاي ولا بعد شوية؟ ادخلي على طول بعدها، هتلاقيني مستني. يلا نحل مسألتين بسرعة. تسنيم جاهزة وبعدين زياد. بسرعة يا تسنيم. كانت ال 100,000 الساوزند هي هو السفن، هنحط ممتاز. تحته underline.